بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: التحذير والإعراب. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، ودون عطف لا لإن ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار، كالضرم الضرم يا الساري، وشد إياي وإياه أشد، وعن سبيل القصد من قسنت بل، وكم محذر بلا أن يجعل مغرا به في كل ما قد فصل. قال: التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، والإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. قال: إياك والشر ونحوه إياكما نصبه محذر بما أي بعامل استتاره واجب. قالوا: أصله احذر تلاقي نفسك والشر، احذر تلاقي نفسك والشر. حذفت احذر لكثرة الاستعمال، حذف الفعل والفاعل لكثرة الاستعمال، ثم حذف المضاف الأول ووقع المضاف الثاني موقعه، صارت نفسك، ثم حذف المضاف الثاني وهو نفس، فانفصل المضاف الثاني وهو الكاف وانتصب الكاف نفسك. الكاف عندما انسحبت على نفس انفصلت، صارت الكاف، صار إياك. قال: هذا أصلها، إياك والشر ونصب محذر، ودون عطف لا لإن ينسب. إيا يحذف عاملها وجوبا حتى لو أن تتكرر، تقول: إياك والأسد، إياك من اتباع الهوى، لم تتكرر ولو كررت فكذلك. قال: فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب، تكررت. أما غيره إيا من ألفاظ التحذير لا يجب فيها حذف العامل إلا إذا عطفت أو كررت، فتقول: خيانة الخيانة، والسلام أحضر. تقول: خيانة الخيانة بحذف التقدير، احذر الخيانة، التكرار نابع العامل، وتقول: خيانة والكذبة، حذفت العامل وجوبا لأنك عطفت على قوله: وما سواه، ما سوى إياء ونحوها ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار، كالضغم الضغم، احذر الضغم الأسد يا الساري، أيها الساري، حذف العامل هنا واجب. ماذا بعده؟ قال: الأصل أن الإغراء يكون أن التحذير يكون للمخاطب، إياك إياك، أما إياي فالإنسان لا يحذر نفسه، وإياه شد الشذوذ، الإنسان لا يحذر غائبا وإنما تحذره مخاطبا. قال: ومع ذلك سمع. قال أذكر بيت لشاعر شنقيطي اسمه محمد بن أحمد يوال الديماني، قال: هذا الغزال الذي بدر محياه، قالت لنا الحال: إياكم وإياه نصبوا للقياه، إذ كانت محرمة لقيا السرور علينا قبل لقياه، فكم كتبنا إليه في مراسلة ما لفظه ضيق عن حمل معناه، وما كتبناه مما لا نبوح به أضعاف أضعاف ما كنا كتبناه. قال: إياكم وقال إياه وإياه، استعملها، ولا بد أنه وجد لها شيئا رحمه الله تعالى. الحاصل قال: إياي شاذ. قال عمر رضي الله عنه: لتوكلكم الأسل والرماح، وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، هذا موقود، إذا رميته بحجر وأكلته فهذه موقودة لا توكلوا. قال: إياي. سبحان الله، شاهد آخر قال عمر رضي الله عنه، قال عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هني على الحمى، فقال: يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتقي دعوة المسلمين، هكذا النص في البخاري، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإن دعوة المظلوم مستجابة، واتقي دعوة المسلمين فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيته يأتيني ببنيه، فيقول: يا أمير المؤمنين، فهل تارك أنا له لا أبالك، فالماء والكلب أيسر علي من الذهب والفرق، ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية،
واسلموا عليها بالإسلام، فوالذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. واستعمل الحماء، حماء أرض حجزها عمر ليضع فيها الأموال التابعة لبيت مال المسلمين التي يحمل عليها المسلمين. قالوا ادخل إذا كان الشخص عنده غنم صغيرة ادخلها، أما الغني كابن عفان وابن عوف لا يدخل له ماشية. الشاهد قال فيها إياي وسمع من كلام العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإي الشواب، قال إياه وإي الشواب، قال جاءت في إياه أنا أقولي وشد إياي وإياه أشد إياه. وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، من قاس على ما سمع فقد خالف سبيل القصد وخالف القياس وخالف الواجب. الأصل أن التحذير يكون بضمائر الخطاب. نعم. وكم محذر انتهى من التحذير، قال إغراء كم محذر بلا يجد على مغربه. الإغراء لا تستعمل فيه كلمة إيا، وبقية أحكامه كأحكام التحذير. إن كررت حذفت العامل، تقول الصلاة الصلاة إلزم الصلاة، وتقول الصلاة والصدقة إلزم الصلاة والصدقة. فإن لم تكرر تقول الصلاة جامعة، ولك أن تقول احضر الصلاة جامعة في الاستسقاء. واضح؟ أنا قولي وكم محذر بلا يجعل مغرم به بكل ما قد فصل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.